عندنا شي جواب، ما غنتحركوا ما غنحطوا ما غنديروا حتى شي حاجه. هذا اللي بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا وسام نيوز على التحاق لالتحقت بنا بلديه اغوراي. حنا كفلاحه بلديه اغوراي اقليم عملات اقليم الحاج، منهم الجامعه ديال تمشى الشاط، الجامعه القرويه ديال ايت عزم، والجامعه البلديه الحضاريه ديال اغوراي. حنا كفلاحه كما كتشاهدوا تقريبا على ما يزيد 200 جرار اللي هي حابسه حاليا، وكاينين بعض الاخوان اللي مازال ما التحقوش بعين المكان عن الوقفه اللي درنا. حنا المصاريف كنطلبوا الدعم بالنسبه للفلاحه. حنا كمقورين كاين الاخوان اللي مازال كيعانيوا، عندهم واحد الكريدي اللي مازال ما خلصوش. بالنسبه للزياده ديال الاسعار وبالنسبه للزياده ديال قطع الغيار ديال الجرار، هادشي ولا رفع واحد ارتفاع حاله لا يرثى لها. وحنا كنشكروا بعض السلطات المحليه وبعض الدرك الملكي بمركز اغوراي اللي كاين التحق بالاخوان اللي دايرين هذه الوقفه. وقفه نظيفه ونقيه جدا وسلميه، ولكن المسؤولين ديال الفلاحه ما كيلتحقوش بنا لهذا المكان هذا، وما عمر شي واحد اتصل بالاخوان بالعدد ديالهم بانه هو على حساب ان شنو المطالب ديال هاد الناس هادو، لا من الوزاره ديال الفلاحه ولا من الاقليم ديال الفلاحه ولا من القطاع ديال الفلاحي بصفه عامه لهاد الوقفه هادي. حنا راه يعني بعض الاخوان كيعانيوا واحد المشدات اللي هي ما تصورش بالنسبه بعض المشاكل اللي كيعاني الفلاح. شحال دابا انتم واقفين تقريبا؟ تقريبا 20 يوم. كان دابا اللي جاب الجرار ديالو هنا تقريبا 20 يوم 25 يوم. ليومنا هذا. مازال يعني بعض شي يعني بعض النقاش اللي غيفتحوا لنا شي قوس ديال النقاش بيننا وبين وزاره الفلاحه ما كاينش بتاتا بصفه نهائيه. وشحال كنتوا كديروا البلان تقريبا؟ البلان ديال فاش كان تقريبا ب 10 دراهم تقريبا تراكتور كتهز لك تقريبا 60 ايترو تقريبا 60 الف فرانك ديال المازوت تقريبا 600 درهم يعني باش كدير البلان ديال التراكتور. دابا تقريبا غالي، انا بغيتي دير بعض البلان تقريبا خصك 1000 درهم 1200 درهم يعني كي غدير لها ما يقدر الا غتبيع بكرا ديالك باش غدير البلان ديال الجرار. هذا هو اللي كاين. وبعض الفلاحه كيعانيوا مشاكل من بعض الزياده ديال البذور، فارينا ولا الاخر لا نكري ولا الملحه ولا كلشي تزاد. ملي كتجي تحرط الفلاح كي يعني كمكتري ولا كفلاح اللي كيخدم في القطاع ديال الفلاحه ديالو، فاش كتبغي تكريديون يعني غادي تحركو ما غاديش يخلص. كيو كودي لا ما انت كتشوف لا غالب الى الله وكلشي لا امر لله. دابا عندكم تراكم متوقعه من العام اللي فات ولا عام هذا من ايام عهد كورونا؟ تقريبا هذه 3 سنين الفلاح كيعيش واحد الازمه مره من هذه المشاكل هذا ديال الفلاح. بعض المشاكل اللي هي كيعاني منها بعض الفلاح ولا صاحب الجرار هي ملي كيمشي للستاسيون ديال المازوت كتلقى كيتسلوا تقريبا واحد المبلغ ديال 50000 درهم 55000 درهم حتى 60000 درهم ديال المازوت اللي كياخذ باش يمشي يخدم للناس باش يعطي الشاك للناس. كاين اللي كيعطي واحد الشاك ديالو يعني على مقابل الرصيد ديال ذاك الغازوال اللي خدا، يعني ما كيتمكنش من المداخل من الفلاح باش غادي يجي يخلص. هذا هي المعاناه، اصعب حاجه هي الرساله ديالكم. الرساله ديالنا كانت يعني لرئيس الحكومه اللي كان يعني بعض الولايات اللي هو كان وزير الفلاحه حاليا، دابا رئيس الحكومه حاليا اللي كان في الفلاحه، كان مارس القطاع ديال الفلاحه، يعني ربما يتدخل بالنسبه لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فلاح باسم الفلاح ديال جميع اغوراي ناحيه اغوراي. حنا كنديروا هذا الاحتجاج على حساب الحاله ديال الفلاحه اللي كيعانيوا من جميع الجوانب وبالاخص المشكل ديال المازوت اللي زاد الجرار. ومن ناحيه الفلاح كيعاني من مشكل غريب، اولا زاد عليه المازوت وصل واحد الثمن اعلى، والاسمده وصلت ارتفعت وصلت واحد المستوى لا يرتى لها. فارينا وصلت 8400 القنطار، الزرع وصل 12400، والفلاح ما لقى ما يدير. والفلاح دابا كيعاني من جميع الجوانب، وهذا الشيء كنطلبوا من المسؤولين يراعيوا مشكلة ديال يراعيوا الفلاح الراهنه. ولهذا كنطلبوا المسؤولين المختصين في هذا الميدان يديروا واحد اعانه لهاد الفلاحه اللي كيقهروا. الاولى السنه الفريطه دات في الجفاف عانوا منها، زياده على كل هذا زاد المازوت على الجرار باش كيحرطوا كيعانيوا كيعاني لا مول الجرار اللي كيحرط ولا اللي غيكري الجرار. اذا كان غادي يحرط ب 10 لا ب 6000 غادي يولي يقول لي 12 ديال الفلاحه داك اللي كيكري. اسمده وصل قرطه ديال الملحه 30000 ريال قنطار،
لانجلي وصل ل 10 في القنطار، الدوايات وصلوا ديال الربيع وصل واحد الثمن داير تاعها، قطع الغيار ديال التاكتات وصل واحد المشكل غريب، ولهذا كنطلبوا المسؤولين يعطوا الاعانه لهذا الفلاح. الدواء الجواني راه مقهور قهرق كامله، ولهذا يكون الفلاح في مشكل غريب. بعضهم كيبيع البلاد كيقول انا ما خرجتش هذه البلاد، مقهور من الفلاحه، مقهور من الكسيبه، مقهور من جميع الجوانب، كيبيع البلاد كيمشي يدخل المدينه. المدينه كاين ولادو كيوليو يدخلوا المدينه، ولات الباديه غريبه، ولات الباديه تهجرات. اذا شكون غادي يمول هذا المدينه من جميع الجانب؟ الخضره، الفلاحه، اللحوم، شكون اللي كيدخل هذا السكان ديال المدينه؟ الرباط، الدار البيضاء، فاس، القنيطره، اكادير، شكون اللي كيوكل هذا المدن؟ هذا السكان المدن بدون الفلاح. الفلاح اذا ما عطاش الخضره للمدينه ما غادي تعيش المدينه، ما عطا لهاش الزرع ما غاتعيش المدينه، ما دخلش اللحوم ما غاتدخلش المدينه. ولهذا راه الفلاح كنطلبوا من المسؤولين وسيدنا الله ينصرو هو اللي غيشوف لنا هذه الرعايه التامه، يشوف عينيه وعين العنايه التامه، يشوف هذا الفلاح في مصاته، هذه الحاله الاجتماعيه ديالو وهذه الحاله الغريبه اللي كتخبط فيها. ولهذا غنطلبوا من جميع المسؤولين يراعي، وراه حنا واقفين كتشوفوا التكتات اللي عنده الجرار واقف، راه حنا تقريبا 20 يوم هادي وحنا واقفين، راه حتى واحد ما كيضرب خط، ما تقلبتش البلاد، ما جا عندنا حد، درنا الاموضات ما كاينش اللي جا عندنا ولا يسمع لنا هضره. ولهذا اضطر توصلوا الخبر ديالنا سيدنا الله ينصرو، ان هذا المشكل راه البلاد ما تحرطات، البلاد ما تزرعش، الفلاح راه ما عنده باش غيشري زريعه، وما عنده باش غيشري لونكري، وما عنده باش غيشري اللي غيكري. الجرار غادي يقول له مول تاكتور زاد على مازوت 10 في الهكتار، واش غادي يكري ب 10 في الهكتار ويشري الاسمده بواحد الثمن؟ كنقول لك اخويا انا غنبيع البلاد ويمشي يدخل المدينه، الله يجعل الولاد يكونوا شفاره كاع ولا هذه الحاله هذه البشريه. انا ولادي غادي عريانين بهذا القهر ديال الفلاح، انا ما عندي ما ندير بهذا، اغلى ديال راه كيبيعوا البلاد ويدخل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، عاش البني، الله اكبر، عاش البني. ولهذا جميع المسؤولين في الميدان الفلاحي كان عامل وزير سيدنا الله يطول عمرو، هذه الحاله ديال الفلاح فين وصلات؟ وصلات في العظم، وصلات في العظم، لا كيعيش من مشكل غريب تلاها. هذا كنطلبوا من جميع الجوانب حتى لا تحمدوا هذه الحاله، ولا توقفوا قدر تاع حبه، غادي يكون حتى شي انتاج تقهروا، غيكون لا زرع، غادي تكون كان. الرحمن الرحيم، يعني كما كتشوفوا هاد الناس هادو اللي جاوا واقفين هنايا، يعني كاينين فلاحه وكاينين اصحاب الجرارات اللي كيخدموا الكرا، يعني جميع الفئه متضره، ولا الفلاحه ولا اصحاب الجرارات بجوج بهم متضرين. السبب هو ان الغلاء ديال المحروقات وال يعني البياس، القطع الغيار ديال الجرارات والالات الفلاحيه، هذا هو اللي كاين. يعني كتشوف دابا المنطقه ديال اكوري بالخصوص، يعني ما عندهاش شي حاجه اخرى فين يخدموا الساكنه ديالها ولا من غير الفلاحه، انها كتعتمد على الفلاحه هي الاولى في زراعه الثوم والبصل، يعني هي الاولى. يعني الناس هاد العام ما غيحرشوا ما والو، ما كاينش اللي حرش، ما كاينش اللي حرش، يعني السبب هو الغلا ديال المحروقات ولي زونكري. يعني السنه اللي فاتت معظم الناس راه ما داروش الملحه، ما داروش لي زونكري، كاين اللي ما كاينش اللي تواصل معنا لحد الان، ما كاينش اللي جا يهضر معنا ما عدا السلطات المحليه، الدرك الملكي والمراقبه هما اللي كيكونوا صباح وعشيه معنا طوال النهار. الكلمه الاخيره كنطلبوا باسم هاد الفلاحه يشوفوا المسؤولين بالحاله ديالو الاجتماعي لوسط الراهنه، وبالاخص المسؤولين في الفلاحه، وعلى راسهم سيدنا الملك محمد السادس ان شاء الله اللي شفناه البارح، وعلى صحته بخير، الله ينصرو، الله يطول عمرو، يراعي هذا المشكل ديال الفلاحه ويسد هذه الحاله الاجتماعيه ديالنا اللي وصلت لها لحد الان. ولهذا كنطلبوا من المسؤولين في الفلاحه يستجبوا لهذه الرعايه ديال صاحب الجلاله اللي ولا بصحته بخير، ويشوف الحاله ديال الفلاحه اللي وصلت للراهنه، ويعاني الفلاح من هذا المشكل اللي كيعانيه. راه ما تحرط هذا البلد هذا العام حتى شي حاجه، وما غادي يكون حتى شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله.